مساء الخير، طبعا برحب بحضراتكم. احنا النهارده موجودين في مؤتمر جامعه عين شمس. انا مهندس عبد الرحمن، شركه سيرفوميد. شركه بقى لنا اكتر من 35 سنه في المجال الطبي وفي الاشعه. فيما يتعلق بقسم الاشعه بالتحديد عندنا في الشركه، احنا عندنا برينترز، عندنا انجكتور، عندنا دي ار، وعندنا اكس راي. الانجكتور اللي عندنا ديوال، وعندنا سنجل. الام ار والسي تي موجودين عندنا في الشركه. وبالنسبه للبرنترات، عندنا برينتر ثيرمال وعندنا برينتر انكجيت. طبعا بشكركم جدا على التنظيم. المؤتمر احنا دايما بنكون حريصين ان احنا موجودين فيه. مؤتمر مهم جدا في المجال للشركات وللدكاتره، ودايما احنا بنكون حريصين ان احنا موجودين فيه لما يمثلوا من اهميه كبيره بالنسبه لنا وبالنسبه للماركت.